بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتي تقدم لكم عظة موسم الصيف منهج الخدمة للاب القمص بيشوي كامل. بسم الله وابن الروح القدس لنا واحد. ربنا يسوع بعد القيامة ادى الإشارة مؤشر يعني لأن الصيد يبتدي. راحت له مريم المجدلية مع مريم الأخرى وسجدتا ولمستا رجليه فقال لهم اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يروني. الكنيسة كانت بتشترط شرط واحد للخدمة. الشرط ده أن يكون الإنسان اللي بيخدم شاف المسيح قام الأموات. وده شرط مظبوط. لأن بينه وبينات المسيحية كلها هتدور حوالين القيامة من الأموات. فإزاي واحد الموضوع صعب. واحد ما شافش المسيح قام الأموات وبعدين راح يكرز بالقيام من الأموات. فواحد قال له تعال انت متأكد؟ ما يمكن ده خيال، ما يمكن ده حلم، ما يمكن انت مخدوع. يمكن الشخص اللي هو راح يكرز له ده بعد شوية يشككه في قيامة المسيح من الايه؟ من الأموات. عشان كده لما اختاروا واحد نمرة 12 بدل يهوذا الاسخريوطي قالوا طبعا لازم يكون ممتلئ من الروح ويكون شخص يعني عاش مع ربنا وشافه وكان مخلص فيه. لكن شرط اساسي لابد ان يكون شاهدا بقيامة المسيح من الايه؟ من الاموات. ليه بقى؟ لان الشخص اللي قام الاموات يقدر يشهد بحق ان المسيح قام من الاموات. والكنيسة اكدت يعني في الصلوات بتاعتها بتقول امين امين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة. نعترف احنا بنبشر بموتك وبنبشر بالقيامة بتاعتك. كلمة ان فلان يكون شاهد بقيامة المسيح ده مش ان هو يكون شاهد يعني فالتلاميذ كانوا بيتكلموا ان هو شاف بعينيه. لكن بالنسبة لينا الايام زي ما اتكلمنا عنها في المرات اللي فاتت اختبارنا اليومي وحياتنا اليومية. فانسان يكون قائم من الاموات ان كان روح القدس اللي ساكن فينا هو روح القيامة فسيقيم اجسادنا المائتة بروح الساكن فينا. وشفنا ان الشخص القائم من الاموات عايش في الكنيسة في حالة فرح وسلام. والكنيسة في الواقع من يوم بداية خدمتها من يوم قيامة المسيح وهي كنيسة عايشة في قوة الكرازة والقيامة لدرجة ان احنا ما نقدرش نفرز بين القيامة والكرازة. فكان منظر الكنيسة كده عبارة عن أب وعليه حراس أفر وعليه حراس وختم عساكر وبنادق وحاجة صعبة أوي ورؤساء كهنة مفتريين ولهم سلطان. والمسيح قام والأبواب مغلقة ودخل على التلاميذ والابواب مغلقة ايضا. فبقى منظر الكنيسة منظر عجيب جدا. بقت الرهبة بيقول لك ان الخوف ان هم كانوا الحراس خايفين كالاموات مش التلاميذ اللي كانوا خايفين. فتنقلت الكنيسة من حالة الايه؟ من حالة الخوف والدفاع مثلا زي ما يكون معركة في الجيش كده دولت محصرين وخايفين
اتنقلت الكنيسة فجأة لحالة الهجوم والفرح والسعادة، وبقى العالم اللي بره هو اللي هو اللي خايف. فالكرازة كانت هي طبيعة الكنيسة. أول ما جم لمسوه قال لهم اذهبوا وقولوا لإخواتي. وشفت المزايا مواس. ويمكن تقول لي طيب أجل المسيح ليه الكرازة؟ أجلها طبعا لغاية لما يلبس قوة من الأعالي، إن هو أدى تصريح بيها، لكن ما ابتدهاش قال لهم ما تسيبوش أورشليم. أنا هقعد معاكم 40 يوم نمرة واحد، لأن بيني وبينك أنا مطمئنش عليكم تطلعوا تكرزوا. فقعد معاهم 40 يوم يكلمهم عن القيامة من الأموات. لما تأكد إن القيامة أصبحت طبيعتهم قال لهم خلاص كفاية بقى 40 يوم، لأن المسيح ما كانش يقدر يبعت توما يكرز وتوما شاكك في القيامة، وما يقدرش يبعت واحد خايف. وبعدين ابتدى يديهم اختبارات في الخدمة لطيفة ودواهم القيامة بقوتها، ومرة من المرات شافهم بيصطادوا سمك قال لهم يلا كده وروني شطارتكم، فما اصطادوش شيء. قال لهم طب ارموا الشبكة عشان تعرفوا ان السمك هيبقى كتير قوي. فطلعوا سمك وكان السمك حجمه كبير. قال لهم عدوا بقى السمك. قالوا له من امتى بنعد السمك؟ هو في صياد يقعد يعد السمك؟ قال لهم عدوا السمك فلقوه 153 سمك. واخر وصيه سابها المسيح للكنيسه قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. اذهبوا. انت عارف زي ما تيجي مره ايه مثلا تيجي تخش هنا في اجتماع في الكنيسه واقول لكم يلا اطلعوا بره من الكنيسه، تقولوا على فين؟ اطلعوا اشتغلوا بره. ايه القعده دي؟ اطلعهم اذهبهم وتلمذوا جميع الامم. احنا مش بنتكلم على ازاي تلمذهم، مش موضوعنا النهارده، لكن انا عاوز اقوله ان اللي كان شاغل المسيح بعد القيامه انه يدفع كل نفس للخدمه على شرط النفس دي تكون اختبرت القيامه وعاشتها. نمرة اتنين، هو أجل إرسالية التلاميذ لغاية يوم 50 لأن هيحل الروح القدس أيضا. فأصبح دلوقتي قدامنا شرطين للخدمة مهمين. الشرط الأولاني أن يكون الإنسان داعي القيامة في حياته. الشرط الثاني أن يكون أخذ الروح القدس وبيمتلئ منه ويعيش بيه. وبعدين هنرجع نسأل نفسينا دلوقتي سؤال تاني مهم، هل الشرطين دولت سيبنا من الكاهن المكرس بوضع اليد او الاسقف اللي زي الرسل اللي هم خلفاء للرسل واخدوا هذه الموهبة؟ لكن مريم المجدلية كانت كارثة ايضا. لكن هذا الشرط موجود لكل واحد في الكنيسة ان يخدم. عشان كده لازم الاب يخدم في بيته، الام تخدم في بيتها، الام تطلع الديسين، الاب يطلع الديسين، وطبعا اللي يهمل بيته. عشان كده المسيح قال لهم تخدموا في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقاص الارض. اورشليم بلدكم بيتكم. نمره واحد تبتدي بالبيت، نمره اتنين تبتدي باليهوديه اهلك يعني، نمرة ثلاثة السامرة اللي هم بينك وبينهم عقائد مختلفة، نمرة أربعة إلى أقاصي المسكون. فكان دول الشرطين المسيح أوقف الخدمة بتاعت الرسل عليها، إن هم يشهدوا بقيامته وإن هم يتملوا من الروح القدس. وده
شرطين لازم يكونوا متوفرين في أي إنسان مسيحي. النقطة الثانية المهمة إن ربنا يسوع المسيح بعد القيامة مسك بطرس كده زنقه زنقة تمام. قال له بطرس تعالى نتفاهم في موضوع لنا حساب فيه قديم. قال له قول يا رب. قال له أتحبني؟ قال له أنا عارف عاوز تقول إيه عشان أنا أنكرتك. إيه؟ أنت عارف أنا أنكرتك ليه؟ لأن أنا كنت خايف من الجارية. لأن كنت لسه أنا ما اختبرتش قوة القيامة. فكنت خايف. لكن أحب أقول لك يا ربي أنت تعلم أني أحبك. رد عليه قال له كده. قال له طيب إذا كنت أنت بتحبني ومتأكد إن أنا عارف إنك بتحبني ارعى غنمي. فقال له مرة ثانية ومرة ثالثة. وفي ثالث مرة بكى بطرس. قال له لو محبتي فيها شك؟ قال له ما فيهاش شك يا بطرس حتى ولو انك انكرتني انا لا اشك في محبتك فيا، لكن انا بربط ربط للكنيسة ان محبة المسيح ما تكونش بالكلام لكن محبة المسيح تكون بالايه؟ بالعمل. اتحبني؟ ارعى غنمي. اللي يحب المسيح يخدم بكرم المسيح. اللي يحبه يخدم في مجال شغله، في مجال كليته، في مجال بيته، مجال اصدقائه. مش ممكن الشبان اللي في الكنيسه هنا يطلعوا مثلا خمس الشبان اللي في المنطقه هنا، مش ممكن ابدا. ده لازم يكون في اعداد كتير. لازم في البيت بتاعك في شبان ما بيجوش الكنيسه. لازم في يمكن في جوه الاسره بتاعتك في نفوس مش متقبله كلمه ربنا، والكاهن مش هيقدر يقوم بكل الخدمات ديت. لكن انت مفروض ان انت تعمل وتعمل كاعلان لمحبتك لربنا يسوع المسيح. اتحبني؟ ارعى غنمي. اتحبني؟ ارعى غنمي. امبارح كنا بنتامل في نقطه لطيفه جدا. ما دام ده موسم الخدمه او موسم الصيد، في صموئيل الأول صموئيل الثاني داود النبي كانت الحرب دايرة وكان بيتمشى على سطح البيت فشاف واحدة عريانة بتستحمى فسأل مين دي؟ قالوا له دي مرات أوريا الحسي. فبيقول الكتاب ان هو اتجع معها ثم رجعت الى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت واخبرت داود وقالت اني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول، يؤاب ده رئيس الجيش، فقال له أرسل إلى يؤاب إلى أرسل لي أوريا الحسي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك، خد لك أجازة من الجيش أسبوع كده ولا يومين ثلاثة وروح بيتك عشان انت الحرب تعبان واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك، نام في الطل على باب البيت ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا أما جئت من السفر؟ لماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. ف
شخص عجيب جدا. فربنا داود مديله تصريح، داود الملك يقول له انت تعبان في الجيش، خد اسبوع اجازه وروح نام في بيتك. طبعا داود كان قصده انه يداري ايه غلطته، لان اوريا الحسي يروح ايه ينام مع مراته. فالراجل قال له ازاي اروح انام في بيتي، ازاي اغسل وشي، ازاي اكل، ازاي اتطجع مع مراتي وتابوت العهد في الحرب واسرائيل ويهود سيد يوآب رئيس الجيش والجيش بتاعنا والحرب دايره على اخرها، وتقول لي اروح هناك كمان اروح في بيتي انام، انام ازاي؟ وراح الراجل نام على السلالم على بيت الملك، على باب بيت الملك. ربما احنا لما ندرس شخصية داود كده نبص داود هو الشخصية العظيمة وننسى شخصية بسيطة زي دي خادمة لربنا. فوسط العساكر عسكري، طبعا اللي اشتغل معاكم في الجيش في عسكري بسيط، انما في ضابط وفي ضباط دولت اصناف وفي لواء وفي فريق وفي مشير وحكايه كبيره خالص. انما العسكري ده هيعمل ايه في الحرب؟ ده في نظر العالم، لكن احنا في صفوف الكنيسه هنا في نفوس قلبها يولع غيره لمحبه الكنيسه تبتدي تخدم. وصدقني لما تبتدي تخدم مش هتيجي تقول لي ابونا اروح اخدم فيه، لما قلبك ياكلك، لما تعرف ان تابوت العهد متبهدل. ده المسيح لما يجي في الاخر ويتكلم معانا في السماء يقول كنت مسجونا فزرتموني. انت اتسجنت يا ربي؟ يقول لهم يا سلام، عارفين الشبان دول اللي بيتسكعوا في الشوارع؟ وانت حضرتكم كنت بتيجوا تحضروا اجتماع الشبان، ما كانش واحد منكم بيتكلف خاطره ان يتعب على زميله ويقنعه ويجيبه كنيسه؟ عارفين الشبان دولت انا كنت مسجون جواهم، لان الروح القدس حزين، حزين جوه النفوس المتعبه لانه دولت الروح القدس ساكن فيهم. بس انت شاطر يجي معاد الاجتماع تيجي وتسمع كلمتين وتروح وتحضر قداسك وتقول سامحني يعني وانا زيك، نقول مع الفريسي اشكرك يا رب الحمد لله الحمد لله احنا ماشيين عاد. لما تيجي تعترف لابونا تقول له الحمد لله انا بحضر قداسيس وبعترف وبتناول وبحضر اجتماعي، ما هو المطلوب مني اكتر من هذا؟ انا ما اعرفش ايه المطلوب منك اكتر من هذا، لكن اعرف حاجه واحده، ان اوريا الحسي انا الراجل ده حطيته في ذهني شخصيه مش عاوز. طبعا داود عظيم في وسط الملوك، خلاص انا عظيم في وسط الملوك، لكن اوريا الحسي عظيم في وسط الكنيسه، عظيم في وسط الكنيسة، لأن أوريا رفض حقوقه الشخصية، حقوقه الشخصية، متعته الشخصية، لذته، راحته، حقه، بيته، مشاعره جاس عليها، لأن مشاعر ربنا كانت مالية قلبه. تابوت العهد اللي مرمي في الصحراء ده هو اللي شاغل قلبه، تابوت العهد اللي ماشي. النهاردة أحبائي يا اخواتي الشبان، الكنيسه النهارده محاصره بكل القوى اللي ممكن تتصورها، وتابوت العهد في الصحراء محاصره بالعالم الشرير، ودي اقوى قوه. وما اقصدش العالم للطهار، وان كانت دي احد الحصارات لكنها اقل، محاصره بشهوات العالم وباغراءات. النهاردة ما فيش بنت بتضيع من الكنيسة ولا شاب بيضيع وبينكر المسيح إلا بسبب بنت أو بسبب ولد وهكذا. فالكنيسة محاربة بشهوات كتير، حتى أولاد المسيح محاربين أيضا بشهوات في الكنيسة وشهوات في العالم، وقلبهم مش مع ربنا. ويقول لك ده حقنا، إحنا شباب يا أخي لازم نتمتع بالشباب بتاعنا. حرية تنازل عن حقوقه، دولت كانوا ناس ايه؟ ناس عظام، ناس عظام. الخدمه تبتدي من الحته دي.
ابتدي تتنازل عن حقوقك الشخصية، ويبتدي قلبك يتملي بمحبة ربنا. الموسم ده اسمه موسم الصيد. كفاياك بقى تقعد كده وتيجي تحضر اجتماعات وتسمع. ايه الخدمة اللي انت بتعملها للمسيح؟ يا سمعان ابن يونا اتحبني ارعى غنمي. اتحبني؟ ايوه يا رب انت تعلم اني احبك. تحبني ازاي؟ اذا كان اخوك اللي انا مت من اجله انا مسجون جواه وانت بتعدي قدامه ولا حتى بتقدر تعمل شيء. ربما تقول لي ايه امكانياتي يا ابونا في الحكاية دي؟ انا مش بحملك امكانيات كبيرة، لكن اريد الحسي ايش عرفه، ايه اللي عرفه ازاي يخدم؟ ليه احساساته بمشاعره، وده اللي كلمنا عنه الكتاب المقدس كتير. المسيح اكثر من المسيح نفسه رب المجد وقف قدام المدينة اورشليم وبكى عليه. دي خدمته؟ اه خدمته انه بكى عليه. نحمية بيقول الكتاب المقدس انه كان بيشتغل ساق الملك، مركز مش بطال، واي شاب مننا يتخرج عاوز يشوف وظيفة كويس، شاف الوظيفة كويس، وبعدين ايه قاعد يقول ما تعرفوش حد يجيب لي اخبار اورشليم؟ فجاله ولد، فجاله واحد من اخواته، حناني من اخواته، قال له ايه اخبار اورشليم؟ قال له اسوارها مهدومة وابوابها محروقة بالنار والبقية الباقية فيها في ذل وعار عظيم. طب هتعمل ايه يا نحمي؟ انت ساق الملك. يقول فبكيت ونحت وصليت اياما واعترفت وقلت قد اخطأت انا وبيت ابي، وابتديت اصلي مع دموع وركعت قدام ربنا. دي كل خدمتك؟ قال اه دي كل خدمتي. وبعدين فتحت الكتاب المقدس وابتديت اقرا فيه، وقلت له اذكر يا رب الكلام الذي قلته. وابتدى يفكر ربنا بالكلام اللي قاله. فواضح خالص من كلام نحمية ان نحمية كان دارس للكتاب المقدس، وكان نحمية رجل صلاة، وكان نحمية رجل توبة، وكان نحمية معترف ان هو اللي خاطي قبل ما يدين اخوه. وبعدين بكيت وحبست نفسي. تاني يوم ربنا قال له تعالى نحمية انا عاوزك انت تطلع لي للخدمة. قال له فين؟ قال له انا حاردت بالخطة كلها. فوقف قدام الملك بيديله الشراب بتاعه زي كل يوم. قال له لماذا وجهك مكمد؟ قال له كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر ابائي مهدومة واسوارها مهدومة وابوابها محروقة بالنار. حيلك يا نحمية انت بتكلم مين؟ بتكلم الملك. فيقطع رقبتك. قال فقال لي ماذا انت طالب؟ فرفعت عيني الى السماء. وابتدى يقول له. فقال له حاضر خد 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 خد. فنحمية في الاخر قال اعطاني الهي حسب، اعطاني الملك حسب يد الهي الصالحة. يعني الملك في الاخر اداني حسب ايه؟ حسب ربنا ما كان بيمديه. انا عاوز اعرف مين علم نحمية الخدمة؟ مين علم نحمية الخدمة؟ ربما تسألني النهاردة وتقول لي انا مين يعلمني الخدمة وايه منطقة الخدمة اللي هختم فيها؟ شوف يا عزيز، اللي علمك الخدمة، الخدمة حركة في القلب نتجت من قيامة ربنا يسوع المسيح ومن حلول الروح القدس في النفس. فعملت في داخل القلب نوع من الغيرة على كنيسة المسيح، فأصبحت كل ما تسمع أخبار عن الكنيسة تتأثر جدا. ممكن الشيطان يحول الحتة دي لناحية وحشة، ممكن الشيطان يحول تفكيرنا والأنين الداخلي لصراعات داخلية سخيفة بالشكل ده، أو صراعات على مستوى الإيه؟ على مستوى الجسد البشري. لا 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 لا. الأنين الوعي الروحي لما أنت سمعت عن القيامة من الأموات وعالم ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لكن أنا بتكلم على الأنين. حسقيال النبي أكثر واحد اتكلم عن الأنين في الخدمة. أكثر واحد اتكلم عن الأنين في الخدمة لدرجة أن أيام حسقيال كانت الخدمة صعبة جدا. يعني خلاص وصلت الحالة الأعداء محصرين بقى،
محصرين البلد. فربنا قال له اسمع يا حسان، في الإصحاح التاسع الآية 4 بيقول له سمسمة، يعني يعمل علامة على حياة الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطهم. دولت مش عارفين يخدمهم لأن مجال الخدمة أصبح مقفول قدامهم خالص، لكن من جوه قلبهم واجعهم. قال له أنا حانية، حط لي علامة على كل واحد قلبه واجعه، ماشيين كده مكسورين. مالك يا فلان؟ القلب مكسور على الكنيسة وعلى الضعف اللي فيها وعلى الشبان اللي ضايعين بره وعن البنات وعن الأسرة المسيحية اللي مكسرة من جوه، وعلى التلفزيون اللي أصبح الإله بتاعها، وعلى المسيحيين اللي بيجرم ورا المال بأي طريقة. حتى لما بقينا نقرأ الجرايد ساعات نتكسف كده مثلا، نسمع كده حاجات مش لطيفة، وبعدين نبتدي توصل تلاقي قلبك كده بتيجي ياكلك ياكلك من جوه، وتقول اعمل ايه بس يا رب الكنيسة في الايام ديت. وبعدين تبص تلاقي روح الصلاة قلت في الكنيسة، الناس ما تحبش الصلاة كتير، وان يمكن اوقاتها بتضيعها، والمجلات ملت البيوت وملت العالم، والكتاب المقدس النهاردة هات لي شاب دارس الكتاب المقدس كويس، هات لي شاب هات لي شاب، حتى من الخدام بتوع مدارس احد المصيبة، يعني هات لي شاب من خدام مدارس احد دارس الكتاب المقدس كويس. ازاي دولت هيطلعوا يخدمهم ويكلموا الناس على الخدمة؟ الخدمة تبتدي بأنين داخلي. عشان كده ربنا قال له انا عارف مين الخدام بتوعي. قال له مين؟ مين الخدام يا ربي؟ قال له الذين يئنون سمسمة عليهم، علم لي كل واحد قلبه بيئن من جوه. المسألة مش مسألة صريخ ولا كلام، لكن يا عزيزي الله هيبعت لك مجال للخدمة في مواكتك، لكن ايضا لا تضيع فرصة، واحذر من الشيطان ان يحول خدمتك لمستوى جسدي بشري. تبتدي تتناقش مع زميلك، شفت دول عملوا كذا وشفت دول عملوا كذا، شفت دول تصرفوا تصرف خاطئ واحنا لازم نقابل تصرف الخاطئ ده بتصرف زي. الكنيسة محاصرة النهاردة بشهوات العالم، يعني بلاش تتكلم على الكنيسة في مصر، عشان انت اول ما هقول لك محاصرة على طول هتفتكر بتكلم على الاضطهاد. الكنيسة في الخارج لدرجة ان اصبح، سامحني اقول كده، من الصعوبة جدا ان انت تقنع شاب ان الزنا خطية، من اصعب ما يمكن. يقول لك انا واحدة برضانا الشخصي ما غلطناش، لا اسأنا لربنا ولا اسأنا الانسان ولا اسأنا للدولة ولا سرقنا حقوق حد، وكتب تنزل وادلة واثباتات، وتحاول تقنعه تقول له هيكلك ده جسد للروح القدس، يقول لك الكلام النظري ده انا ما فهموش. فالكنيسه محاصره، الكنيسه محاصره. وبعدين الكنيسه شويه تخش في السياسه، يا سلام على كنائس بره كرست وقتها للدعايه لاسرائيل وارض الموعد والبتاع، كان المسيحيه كلها بقت بس في ايه؟ في الطياره الفانتوم وتفقد الطيارات وفي مبادره السلام وصلح اسرائيل وكيان اسرائيل. هو دي كنائس بره عايشه على الموضوع ده ما بتتكلمش عنه، لدرجه بلا مبالغ يعني كنت ساعات لما اشوف قسيس بروتستانت بيتكلم دايما في التلفزيون عن الموضوع ده اقول يمكن الراجل ده يكونش يهودي وملبسينه بدله قسيس، يعني مخ كان يجي لي كده. الكنيسه في دوامه تايهه في حاجات كتيره خالص. وبعدين الكنيسه النهارده المال بيحاربها حرب كبيرة خالص، حتى ان انت تبص تلاقي حتى المشاكل المادية في قلب الكنيسة، والمال ده اصل كل الشرور ومتاعبه كبيرة، والناس بتجري بدلها واسنانها. واهتيالي هو الاله الجديد دلوقتي اللي هيبتدي يظهر في الايام دي، يقول لك فلان ده شوف طلع فون، وفلان ده خايب ما ضاعت منه الفرس، وفلان ده عمل، ما بيقولوش فلان ده تقي، او بيقول فلان ده عايش في مخافة ربنا. فين النفوس اللي بتقن النهاردة؟ فين أطفالنا النهاردة اللي لما تيجي تشتكي لي أم ولا أب ولا بتاع يقول لي البنت مش عاوزة تيجي من نادي، عاوزة تقعد في مدارس، مش عاوزة تيجي مدارس أحد عشان أصل ده بيتعارض مع معاد النادي. وممكن خالص
في لخبطه. تبص تلاقي الكنيسه يطلع من القداس على البلاش او يطلع من الاكليل قصاد السر المقدس قدام المذبح على حفله قدام عند واحده راقصه في العالميه في العالم يسهروا سهرتهم عشان يبقى الاكليل الاكليل المقدس ده ينتهي بالسهره دي. المساله عاوزه غربله وعاوزه وضوح وعاوزه نفوس النهارده بتأنس من جوه. بيقول له حسقيال ايه؟ يقول له شوف فتل على الناس اللي عماله تأن من جوه. بولس الرسول في رسالته في سفر الاعمال الرسل لما كتب لافسس من ميليتس استدعى سقفة الكنيسة خصوص الكنيسة في أفسس وقال لهم أنا ليا 3 سنين عشت في وسطيكم في أفسس لم أفطر عن أن أنذر كل واحد بدموع. فأنا بقالي 3 سنين في أفسس النهاردة عشت في وسطيكم مع أن الكتاب المقدس يقول لنا أن بولس الرسول ما عرفش يخدم في أفسس لأن أهل أفسس عملوا ضده مظاهرة وكانوا عاوزين يموتوه فراح انزوى في ركن كده في البلد وسكن في مدرسة انسان اسمه تيرانوس وكان قاعد يعلم في المدرسة دي 3 سنين مدرسة. انا اعتقد يعني طبعا المدرسة ايام بولس الرسول دي عبارة عن قطين بس بسميها مدرسة يعني. او هو سماها مدرسة لان المسيحية اصلا تلمذة كان بيسألهم قاعد ينذر كل واحد بدموع ولما تشوفه بيكتب رسائله بيكتبها بالاسم. يا احبائي النهارده الكنيسه عاوزه كل واحد يحصل في قلبه عمليه الانين دي والانين تتحول الى عمل. ايه الخدمه يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ انت تعلم يا رب اني احبك. قال له ارعى غنمي. فين زملاتك؟ فين اخواتك؟ وكان دايما المسيح يقول لمريم كده اذهبي اعلمي اخواتي. روحوا قولي لاخواتي وروحوا قولوا لهم. قالت له انا شفت القيامه والقعده معاك حلوه. قال لها بادي روحي دلوقتي ليس هناك وقت لتضيعيه. اخبري اخواتي ان يسبقوا الى الجليل اسبقوك الى الجليل هناك يروني. اما داود النبي في المزمور اللطيف بتاعه ثلاث النوم يقول كده على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على الصفاف في وسطها علقنا خيساراتنا لان هناك سالنا الذين سبونا قائلين والذين استقونا الى هناك قائلين سبحوا لنا تسبحه من تسابيح صهيون. كيف نسبح تسبحه الرب في ايدي غريبه؟ ان سيتك يا اورشليم انسى يميني والتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك ان لم اسبق فارتب اغسالين في ابتداء فرحي. شوف ازاي بيقول ان نسيتك تتقطع عند ريحتي. النهارده احنا في صيام الرسل ده موسم الصيف. لازم تفهم يعني ايه صيام الرسل. صيام الرسل اتعمل مخصوص للخدمه. الكنيسه كده نذرت من قلبها. قالت احنا هنقضي ايامنا ديت في صوم متزلزل. طب احنا لسه مخلصين الصيام الكبير. الصيام الكبير للتوبة والتذلل لربنا. طب الصيام ده ليه؟ قال الصيام ده كده ندر من الكنيسة لأجل الخدمة. لأجل الخدمة في كل مكان. خدمة بمشاكلها. محصرة زي ما قلت لك بشهوات العالم. ومحصرة بمحبة العالم. ومحصرة بالمال. ومحصرة بإغراءات اللبس والشكل والمظاهر. ومحصرة الأيام دي حتى أيضا بانتشار البدع والحاجات العقائدية في وسط الكنيسة عشان تحتها شوشرة ايضا. على رأي واحد مرة بيكلم واحد صاحب دلوقتي بيقول له انت بتصدق في القداس ده؟ واحد مسيحي ويقول انا ابت ارثوذكس. قلت له بيقول له ايه؟ قال له ابونا بيقول لك يا رب نيحهم في فردوس النعيم. هو ربنا لسه ما نيحهمش. قلت له القداس يتكلم عليه بلغة الاستهتار ده بلغة التهكم. قال اه لسه ما نيحهمش ربنا لغايه دلوقتي عمال ينيح فيهم ولسه ما نيحهمش. يعني حتى التهكم وصل للقداس للقداس اللي احنا بنقدسه بنعتبره حضره الهيه لوجود ربنا فيه في القداس وحضرته في وجوده معانا. لاجل هذا احبائي ربنا بيقول له
بيقول له كده ندور لي على الناس اللي بتهن من جوه دي، لازم تكون لك خدمه. قل لي ايه خدمتك؟ روح روح بيتك النهارده على راي داوود كده لما يقول في المزمور برضه اللي قبليه في صلاه النوم، بيقول كده ربنا اني لا ادخل الى بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاسفاني نعاسا ولا راحه لصدري الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب. ازاي انا اروح انا استريح؟ ازاي انا انام؟ ازاي صدري ده يستريح؟ ازاي عينيا تتقفل؟ لازم قبل ما انام اطمن ان ربنا بقاله مكان في قلوب اولاده. اجل هذا يا اخوتي النهارده الكنيسه كلها مدعوه لكي تمتلئ انين من الداخل من اجل كل نفس بعيد عن المسيح، وبعدين الانين ده يتحول فيك الى خدمه. ان كنت انت مخلص فربنا لابد ان هو هيستخدمك لمجد اسمه، لابد ان انت تشتغل. انا ما قلتلكش تشتغل في مدارس احد، روح شوف لك، ما قلتلكش تشتغل في الكنيسه دي، شوف اي كنيسه، شوف مكان بعيد محدش بيروحه. يعجبني ناس كده يدوروا على قرى بعيده ويطلعوا يلفوا في القرى في ناحيه ابيس والحتت ديت ويدوروا على نفوس، يمكن عيله واحده في القريه، عيله واحده في قريه يدور عليها. روح دور على بيتك، روح دور على زملائك كده في الكليه، وان ما سمعوش كلامك كرر عليهم السؤال مره واثنين وثلاثه وعشره وصلي من اجلهم وما تدنهمش. وربنا لابد ان هو يسمع انين قلبك ويعمل في حياتهم وما تيأس. كان المسيح يأس من المراه السامريه، كان يأس من المراه السامريه، المراه السامريه وحشه خالص، كان يأس منها، كان يأس من اللص اليمين اللي هو اول واحد دخله للفردوس. لاجل هذا عزيزي النفوس اللي هي دائت محبة المسيح ليها وعرفت الصليب، لأن الصليب هو المحبة. أتحبني يا سمعان؟ ارعى غنم. أتحبني أفسرها؟ أنت عرفت أن أنا عملت لك إيه؟ قال له عاش، مت عشاني على الصليب وفادتني بدمك وأقمتني معك وأجلستني عن يمينك. بعد ذا في حب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لذلك لابد ان انا ايه اقوم واختم وان في قلبي نظير اللي حبني ومات من اجل على الصليب. اللي عرف الصليب عرف القيامه، واللي عرف القيامه عرف الخدمه والكرازه. وما تفصليش الثلاثه دول من بعض، اعمل معروف. اوعى تفتكر نفسك ان انت تكون شخص كويس وانت تقول انا اعرف الصليب واعرف القيامه وما اعرفش الخدمه معرفش الكراسة، هتبقى انت متعطل. لكن بولس الرسول عرفنا ازاي يكرس، كانش ليه برنامج. مرة قابلني واحد وقال لي ابوني انا مرسوم كاهن جديد، قلت له الف مبروك. قال لي انا عاوزك تقول لي برنامج الخدمة ايه اللي ماشي عليه. قلت له صدقني انا ما عرفتش احط لنفسي برنامج. برنامج ايه يا عمي؟ برنامج انت في وقت مقبول وفي وقت غير مقبول اعكف على الكلمة. انت الاول املى حياتك من جوه وبشر نفسك بقيامة المسيح في حياتك، وبعدين انت ربنا هيفتح لك المجال. صادق الناس، عاملهم بالمحبة، انشر كلمة ربنا، ادرس كلمة ربنا مع زميلك مع اخوك، تعال الكنيسة في مجالات مختلفة، احضر اجتماع صلاة فيها، ما تبقاش منفرد لوحدك. كفاية كفاية وقف تتفرج على الكنيسة، هي دي جسد المسيح المجروح والمقطع واللي العالم عمال يطعنه بالخناجر بتاعته وانت واقف تتفرج. انت الان وقت الصيد، وقت للعمل، وقت العمل. قول لداود، قول مع داود كيف نسبح للرب تسبحه في ارض غريبه، علقنا انتصاراتنا على الصفاف. ان نسيتك يا اورشليم تبت يمين، ان نسيتك ان فرحت بحاجه اكتر من فرحي ما يبقاش الفرح بتاعي ده مقبول ابدا. عشان كده يا احبائي احنا مواضعنا المره دي والفتره دي طول صيام الرسل هتكون بنعمه ربنا عن الانين وعن الخدمه اللي هو العمود الثالث، الصليب والقيامه
والجلوس عن يمين الآب، ونمرة ثلاثة الكرازة والخدمة اللي هي طبيعة الخدمة، طبيعة المسيحي. بعد ما باركهم قال لهم اذهبوا. التلاميذ أوحوا شوية بيني وبينه، قال لك لا أورشليم كويسة وإحنا نبشر هنا في الهجر. حدث في الإصحاح السابع في سفر الأعمال إن حصل إن اتقتل استفانوس، والكتاب المقدس يعلق تعليق في منتهى العمق: والذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. وعلى فكرة اللي تشتتوا بسبب الضيق لم يكونوا من الاثناشر رسول، لان بيقولك ان جميع التلاميذ تشتتوا ما عدا الرسل. يبقى اللي تشتتوا بسبب ضيق قتل استفانوس لم يكونوا من الرسل الاثناشر ابدا. وفيلبس اللي بشر في السامرة لم يكن من، فهو فيلبس الرسول ده كان فيلبس الشماس، عشان كده ما عمد اهل السامرة، لان الشماس وقت الحاجة يقدر يعمد، لكن ما قدرش يديهم الروح القدس، لان الروح القدس دي عمل الاسقف او عمل مسحة الميرون. والروح القدس استخدمه وبشر القصي وزير الحبشة، وزير كنداكا ملكة الحبشة. فلما الكنيسة عطلجت ومش عاوزة تسيب اورشليم، مش عاوزة تطلع للخدمة، جاب لها ربنا ضيق. الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس جالوا مبشرين للكلمة. انتوا ولاد مريم مرقص، ولاد القيامة، ولاد الصليب، ليه انتوا قاعدين وقلبكم مش بيئن بالنسبة لاخواتكم البعدين؟ لنعمل عمل الرب بقوة يدين ربنا. ونرسل مع داود الترتيلة بتاعته، يقول ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني وعنها العز بتاعتي. ولله المجد الدائم ابدين.